وضيفة حلقتنا في هذا الصباح المتابعين الكرام الفنانة التشكيلية سيما الدباعي، فنانة متنوعة الإبداعات، تنقلت بريشتها بين اللوحات والأكواب حتى الزجاج والمرايا، نالت من إبداعها حظا. متخصصة في هذا المجال حاصلة على شهادة البكالوريوس فن تشكيلي جامعة الحديدة، اشتغلت معيدة في جامعة دمار لفترة، درست ودربت في أكثر من مشروع. الفنانة التشكيلية سيما الدباعي معنا عبر الهاتف من صنعاء لنتعرف عنها أكثر. صباح الخيرات عليك سيما. صباح النور أخي سمير، كيف الحال؟ يا مرحبا فيك، أهلا وسهلا. كيف حالك يا سيما؟ الحمد لله، كيف حالك أختي؟ الحمد لله. بداية قبل ما نحكي عن الفن وعن أي شيء، معنى اسمك، شو معنى اسم سيما؟ اسم جميل. سيما معناتها العلامة أو الشيء المميز. جميل، وأنت مميزة أيضا برسوماتك أكيد سيما. سيما، حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف المشاهدين بك، يعني على شغفك وعلى بداياتك مع الفن التشكيلي، وما هو حافزك للاستمرار؟ طبعا سيما الدبعي أنا تشكيلية، إنسانة بسيطة جدا، أحب الرسم، التصوير، تخصصت طبعا في مجالي التربية الفنية قسم كلية الفنون الجميلة. جميل. والماجستير كنت باحثة في كمان في نفس المجال رسم وتصوير. جميل. لأني أحب المجال ده جدا جدا فحبيت أتخصص فيه. نعم. شاركت في عدة معارض كثيرة، أكثر من 30 معرض، منها داخلية في اليمن وخارجية، منها في السودان والجزائر ومصر السعودية. يعطيك العافية. جميل. ما نتكلم معك أكثر ما نتعرف عليك إن شاء الله. أكيد رح نسألك، محضرين لك أسئلة كثيرة لهذا الصباح يا سيما. بداية حابين طيب تحدثينا إلى أي مدرسة فنية تنتمي أعمالك، يعني تظهر معنا على الشاشة الآن خلال حديثنا بعض الصور والأعمال لك، فحدثين إلى أي مدرسة فنية تنتمي؟ أحب المدرسة التعبيرية أكثر شيء، لأنها في الأول والأخير بتعبر عن مشاعر وعواطف الفنان والحالة الذهنية اللي بيمر فيها. فمن خلالها يحب الفنان إنه يعبر عن طريق لوحاته في هذا الأسلوب. أكثر الفنانين يعني الأغلبية بيحبوا يستخدموا الأسلوب هذا. جميل جدا، يعطيك العافية. طيب سيما، يعني مؤخرا انتشر لك فيديو حوار الأعين، كان ظهر معنا قبل شوية قبل لحظات، على الهواء للنساء يمنيات بالزي الصنعاني ولقى رواجا كبيرا. حدثينا عن هذه اللوحات، ما هو المميز فيها، ما هو أيضا سر التسمية، ومن هي صاحبة الملامح المرسومة؟ طبعا الملامح المرسومة، صاحبة الملامح المرسومة هي أنا. حبيت أنني أتميز بلوحات جديدة، موضوع جديد، سميتها حوار الأعين. طورت نفسي وفي عدة حالات، منها الباكية والحزينة والمفرحة المبهجة المتأملة، ورسمت اللوحات وخليتها يعني في العرض أثناء العرض تكون تابعة لبعض زي السلسلة. نعم. جميل سيما، يعني احنا اليوم ما شفناك ولكن شفناك عبر الصور اللي تظهر معنا الآن، شفنا ملامحك. طيب كيف بتشتغلي على نفسك وعلى تطوير أيضا نفسك في مجال الرسم والفنون؟ يعني تابعنا أنت بترسمي لوحات وأيضا بترسمي على الأكواب وأيضا على ممكن الزجاج، فكيف بتطوري نفسك وممكن بتطوري أيضا من فنك؟ أحب الاطلاع دائما ما هو جديد في فن التشكيلي، ولأن في الأساس هوايتي وعملي يتطلب علي كذا. حاليا طبعا أنا منسقة أنشطة في مشروع أنا اليمني، من خلاله يعني دائما أبحث عن الجديد فيما هو جديد وما هو يخدم عملي. جميل. دائما اشتغل في الاشياء وانا يعني اشتغلها بحب اكثر من نابع مني. نعم. يعطيك الف عافيه سيما، والله شغلك كله جميل وعاجب لنا. بس سيما، يعني اوكي انا معك متفق تماما انه احنا محتاجين ان احنا نتطور في اي مهنه كانت، فجميل انك بتطوري من نفسك، والجميل في الموضوع ايضا انك تنقلي خبراتك وبتدربي. حنتكلم عن التدريب، ولكن قبل التدريب سيما، هل يعتبر الرسم مهنه بتدخل فلوس، بتديلك زلط مثلا؟ وهل في سلعات سوق متعارف عليها في بلادنا مثلا بخصوص الرسم؟ شوف، كفن تشكيلي حاليا الامور متوقفه في اليمن. كان من اول بنقدر نرسم لوحات ونشارك فيها ومن خلالها يتم البيع. نعم. حاليا مع وضع الحرب
متوقف، وانما اتجهنا لاتجاهات تنسيقة الديكور، تنسيقة البروز، الهدايا. هذه حاليا بتمشي في السوق، متطلبة جدا. حلو. نعم. جدا. نعم، مطلوبة. جميل. في السوق هذه الأعمال. أيوة. طيب سيما، يعني ما هي الرسالة التي تحاولي نقلها عبر رسوماتك؟ يعني تابعنا هذه الرسومات بالستارة الصنعانية والألوان الجميلة والوجه أيضا اليمني لفتاة يمنية، فما هي الرسالة التي تودي مشاركتها أو نقلها عبر هذه الرسومات؟ أنا طبعا أكثر لوحاتي في الستارة اليمنية والزي اليمني، وأحب أجمع أشياء شخصية لي في التراث اليمني. جميل. من خلالها وأعبر فيها عن لوحاتي، من خلالها أريد أن أوصل رسالة بأنه لازم يكون الاهتمام بالتراث اليمني دائم من قبل الجميع وليس من أشخاص معينين جدا. جميل. سيما، يعني أنا زرت صفحتك وقلبت في صفحتك. أيوة. وشفت إبداعاتك في الفيسبوك، لقينا سيما المصورة موجودة في الصفحة بارزة، أيهما أقرب إلى قلب سيما، الرسم ولا التصوير وليش؟ الاثنين. نعم. فيش واحد بتحبي أكثر؟ طيب الرسم يمكن أكثر، التصوير أكثر؟ يعني لا، يعني بدأت أكثر شيء تعلقت بالتصوير، كنت من أول بالسنة التشكيلي، لكن لما يعني درست دراسات عليا في الرسم والتصوير الاثنين، حبيت كمان التصوير والكاميرا، اي مكان اروحه ما تعرفني معايا واصل. نعم. كويس. نعم. بما انك ايضا مدربه سيما، ما هي انواع التدريبات او البرامج التدريبيه التي تقدميها عفوا لمحبي الرسم؟ اكثر تدريباتي يعني دربت اكثر شيء يعني مع الصندوق الاجتماعي في مشروع النقد مقابل العمل، يعني بندرب الناس على مهارات بسيطه بيقدروا يتعاملوا معها ويتعلموها بطريقه سهله، وتكون في نفس الوقت مصدر رزق لهم. جميل. يسوقوها بعدين في السوق، بيقدروا بيستفيدوا منها جدا وبيفيدوا الغير. نعم. يعني اكثر المتدربين معي صراحه كانوا كبار في السن، لكن كانوا بيشتغلوا معي وهم مستمتعين جدا. جميل. جميل انه في واحد هكذا يحس انه شغله بيحبه، تحس انك. أيوة. بتسوي حاجه قريبه منك. ايوه. اكثر شيء كانت اشتغلت معاهم في فن الديكوباج في الملصقات طبعا، وعن الرسم على الاكواب، ايضا الرسم على المرايا. جميل. الفن التشكيلي كانه حتى بالطين اشتغلتي، انا شايف عندك انه نوبة اللي نسميها في صنعاء، مش عارف يمكن كانوا المتحف الوطني اشتغلتي هذه الصورة؟ هم جابوا لي اياه طبعا، هو تابع للمؤسسة اللي بشتغل فيها، جابوا لي اياه مخرب مدمر جدا، اعدت تهيئة بنائه من جديد، ولونته غيرته نهائي. نعم. بالالوان، بطريقة وضع الشبابيك الصنعانية، يعني خلنا الحمد لله حلو كل. جميل. ما بتفكريش انك تبدأي تتوجهي شوي لهذا المجال؟ يعني على الأقل تخصصي شوي من وقتك تبدأي في العمل بالطين والشغل بالطين؟ إذا في فرصة أكيد، أنا ما أي شيء في الفن ما أرفضه. إذا هي أي فرصة. نعم. تجي لك ما بتستغليها. كويسة جدا يا سيما. نعم. طيب ماذا عن خططك القادمة سيما؟ يعني هل ممكن في تصور لمعرض قادم لك أو ممكن مشروع جديد؟ ما هي خططك القادمة؟ حاليا أنا بشتغل في مجالي، بس برضو من خططي القادمة إنني إن شاء الله أحاول إنني أفتح لي مشروع خاص لي في نفس المجال، يكون خاص بالفن التشكيلي وبالتنسيقات والديكور، يكون لي تطوير فيه أكثر. جميل. جميل. يعطيك ألف عافية. إذن الفنانة التشكيلية سيما دبعي كنت معنا، سعدنا جدا بتواجدك معنا عبر الهاتف من صنعاء. شكرا لك. نعم، نتمنى لك كل التوفيق، وأنت بالتأكيد مثال لكثير من الفتيات اليمنيات ممكن حابين يدخلوا في هذا المجال، إن شاء الله شاهدوك وتابعوا كلامك لهذا الصباح. أنا أسعد كمان. حياك الله. شكرا جزيلا لك سيما. يعني ما شاهدنا فعلا رسومات جميلة اللي بترسمها. نعم. سيما. نعم، عجبني اسمها. وبدأ. يعني
حبيت اسمها كثير سيما، رمز اسمها، هي تركت لنفسها بصمه ورمز بريشتها التي استخدمتها في رسم اللوحات. دائما لما بيحكوا لكل امرئ من اسمه نصيب، فعليا بيكون في نصيب بالاسم المميز، الاسم اللي مرتبط بشجاعه وبشخصيه، فعليا الشخص بيكون له في معظم الاوقات نصيب من اسمه. جميل، اذا نتمنى انه كل البنات اللي شغالات في هذا المجال وحتى الشباب يلا بدوا ادخلوا في هذه المجالات. شفنا رسومات ايضا كثيره في صنعاء، شباب قاموا بحملات خاصه فيهم، يعطيكم الف عافيه. كل حد بيلون حياتنا بالرسومات وبيلون حتى صفحاتنا في الفيسبوك بالمنشورات الجميله هذه والصور الجميله اللي بتعرضوها علينا في صفحاتكم. شكرا جزيلا لكل محب للفن وللرسوم في بلادنا. نعم، وشكرا لكل فنان يمني ينقل التراث اليمني والصوره الجميله عن اليمن عبر فنونه ورسوماته.